أمرك يا بشارة. عارف علشان إيه هزرت ناظر؟ لا يا فندم، علشان إيه؟ علشان إضرب حق شرقافي بالرصاص. لازم تخلص أظام على حق شرقافي. برضو فكرة كويسة، أجيب لك أبو الفتوح يا بشارة. البنت قالت لأبوها عالخبر دغري، قالت ناداني الأغا ومنه جيت أجري. البنت قالت لأبوها عالخبر دغري، قالت ناداني الأغا ومنه جيت أجري. ندر عليا يا أبويا إن خدتلي بطاري وفي للحسين نادري. فيه مسألة مهمة عايز أقول لكم عليها يا رجالي. قول يا حاج شرقاوي. حصلت حكاية رجالة فيها مساس لكرامتنا كلنا، ما يصحش أبدا نسكت على كده. خير يا حاج شرقاوي؟ ست الدار بنتي كانت بتنزلع مع بنات العزبة، مين؟ وشافها الباشا قهوة والناظر، وندها عليها في الطريق وكلمها، والبنت جريت من قدامه هي والبنات. ايه رايكم يا رجال؟ انت المحقوق يا حاج شرقاوي. محقوق؟ محقوق فين؟ كان زماننا انتهينا منه. انت اللي كنت بتصبرنا وتقول الصبر طيب، اديك شفت النتيجه. لسه ايه بعد كده؟ شرفنا بالدنيا يا حاج شرقاوي، انزلينا ببلدنا وساكتين مستعبديننا واخدين خيرنا ونقول الصبر طيب. في ايه تاني بعد كده يا حاج شرقاوي؟ خلاص خلاص يا رجاله، عن الاول نخلص بلدنا من كل غريب عنها. حق شرقاوي، حق شرقاوي، الله الراجل الصبي يا جدعان. حق شرقاوي، حق شرقاوي. الله فين ادهم؟ ادهم اخويا، احنا معاك اهو يا حق شرقاوي. ادهم ادهم ادهم، عمك اتقتل غدر. الله حق شرقاوي، حق شرقاوي، حق شرقاوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل مات يا رجالة. إنا لله وإنا إليه راجعون. منك لله يا بشاغة، أنت اللي عملت كده. أدهم دخل مدرسة سنه كانت 12، وسنه في المدرسة لما بلغ 18، وهو في السن ده جاله خبر عنه، علم انه مات والتلامذة بتبكي والبكاء داني. شد حيلك امال يا ادهم، خليك شاهم زي عادتك. عمي مات بدرا. البقية في حياتك يا ادهم، البركة فيك انت. كتب البشاغة الخاين يا بدران. انت بقى ما تبقاش ادهم وعمك الحج شرقاوي لو ما خدتش طارك بيدك، ونخلص بلدنا من الخونة دول، ويبقى الحج شرقاوي مات وساب وراه رجاله. خلاص يا بدران، انتهى وقت العلام في المدرسة، لازم اسيبها خالص. حافظ بقى للجماعة دول يا بدران. تبقى صحيح ادهم، بقى ابو الفتوح المجرم يتجرأ على الحج شرقاوي ويضربه بالرصاص. أنا حعرف إزاي أنتقم منه ومن اللي وزوه. خلاص يا بدران، اللي كان بيرسمه عمي هو ورجالته عشان يخلصوا البلد من البشقة وأعوانه وما نفذوش يا بدران، هنفذه أني. أنا أدهم يا بدران، أنا أدهم الشرقاوي، أنا اللي حوقفهم عند حدهم. إحنا كلنا معاك. ايوه كلنا معاك. وانتوا كلكم معايا. ايوه معاك يا ادهم. صحيح يا بدران، صحيح بتقول الكلام ده من قلبك؟ عيب يا ادهم، انت معاك رجاله. طيب ادي انت موجود، وادي توفيق ورضوان،
نقرا الفتحة على اللي يكون زميله. الفتحة يا جدعان على كل خاين وجبان. وبعد ما تفرقوا الصحبة اللي متعهدين روح ادهم على داره وقلبه حزين، شاف بنت عمه اليتيمة لوحدها في الدار ودموعها من حزنها فوق الخدود سيلين. طار وطار البلد كلها كده يا ادهم، يقتلوا عمك وانت موجود. الصبر طيب يا ست الدار، قدر ان ابوك لسه موجود طول ما انا موجود. كان بيمنعني كتير عشان ما اقفش بصوتهم، كنت بطاوعه وانفذ اللي بيقول عليه. كان كل امله اني ابقى كويس في المدرسه. معلش ما تزعليش يا بنت عمي. ربنا يخليك انت يا ادهم، انت الخير والبركة. طول ما انا موجود ما تحمليش هم ابدا، انا ابوكي وانا اخوكي، بس مش عايزك تزعلي. وحتشوفي بعينيك ادهم هيعمل ايه في الظالمة والقتلة اللي نهبوا خيرنا دول. ما تجازفش بحياتك يا ادهم، حياتك غالي، انا محتاجة لها يا ادهم. هاخد بتر عمي وتر كل اللي قتلوهم قبله. بلاش يا ادهم، منهم لله، ربنا يخلص لنا منهم. انا خايفة عليك وعلى شبابك، دول ناس خاينين يا ابن عمي، الخيانة بدمهم، والنهار ما احتلوا بلادني. هطهر البلد منهم، حرام عليهم أرضنا دي يدهسوها برجليهم، خسارة فيهم خير بلدنا لما يتمتعوا بيه. اللي قتل عمك خد جزاؤه، أهو اترمى في السجن. السجن مش كفاية، لازم انتقم منه من اللي حرضوه. فكر يا دهن. هو ده تفكيري، الظالم المستجوي ما يخافش اللي من الأقوى منه، وطول ما احنا ساكتين كده هيطغوا زيادة ويطمعوا فيني. فكر في مستقبلك ومستقبلي يا ده. ما تخافيش، انا عارف مستقبلي هيكون ايه. طب جو مرتاح، انت تعبان، ريح نفسك شوية يا ابن عمي. مش هرتاح الا لما حقق كل اللي قلت عليه، تحرم علي الراحة والنوم طول ما الخونة دول عايشين. قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. انا ادهم اللي حيخدم اهله وبلاده، انا ادهم الحر واهلي كلهم حرين. مين؟ مين؟ والله عرفت تعملها في الحق شرقاوي يا باش أغي. ايه دي؟ مين دي؟ حرامي؟ خدت ذهب كله اللي في خزانات؟ ايوه، تعالك البلد اللي انت تشاركوا حرد لهم. انت مين؟ فاهم ان حكاف اقول لك انا مين؟ انا ادهم الشرقاوي. ادهم؟ ايوه ادهم الشرقاوي، ادهم اللي انت قتلت عمه. وعايز ايه بعد؟ الولد ده يقدر يقتلك دلوقتي، لكن انا جاي اقول لك ان الحاج شرقاوي اللي كان بيقاومكم يا مجرمين ما ماتش، لسه موجود. لك حق تضحك وتعمل اكتر من كده. اخرس منك خسيس. احب اقول لك اللي كان حيعمله الحاج شرقاوي حيكمل ادهم الشرقاوي. انت بقى مجنون. المجنون ده حيسيبك شويه دورك لسه ما جاش. روح شوف مين قتل الحاج شرقاوي. اشوفه حالا، هتسمع عنه اكبر سرك. اسمع انا بعدين اعمل، علشان انت هجات بطال، هجات يدور انت فاهم. ما تقدرش، لا انت ولا الحرس بتاعك ولا السلطه كلها اللي تساعدك يا باشا. انت قدرت على عمي، لكن مش هتقدر على ادهم ولا بلد ادهم. السلام عليكم. يا سلام، بلا كلام، امشي بلا تحلوس بلا تعمل. عزيز تقدر، عزيز تدفع، عزيز تدفع. افندي البلد، البلد دي اسمه ادهم.
أدهم؟ أبد، أدهم شرقاوي كان هنا وخد كل ذهب ولد خرسيس. أدهم كان هنا وما أتلك شيء. أبد، لكن هو كلم أمامنا تهديدات علشان بقامت حزرتنا. طيب مش كنت تندهلي يا مشأغة؟ سلم خط أزرة ناصر. مش قلت لك يا مشأغة الولد ده خطر ما سمعتش كلامي؟ أبد، كان لازم اسمع كلام حزرة ناصر، كان لازم اسمع كلام حزرة ناصر. راح في البلد قال لهم يا ناس دلوني اللي قتل العم فين لطريقه وروني يا ناس دلوني. شفت بقى يا مشأغة في ايه حصل ناصر؟ أدهم الشرقاوي قتل بايديه الغفير مرجان ابن ابو الفتوح. ولا كفاش مرجان ام قتل نفرين اللي كانوا معاه؟ جالك كلام يا مشأغة؟ امان يا ربي امان، كل دول قتلهم أدهم؟ كل دول يا مشأغة. وبعدين فين هو أدهم دلوقتي؟ قتلهم واقف جنبهم وفضل ينادي بصوت عالي في وسط اهل العزبة ويقول انا أدهم الشرقاوي، انا اللي هاخد بطر عمي، انا اللي هخلص بلدي من الخونة والمحتلين. بيقصدك انت يا بشأغة؟ يقصدني انا؟ لا، مش هيختار أدهم شرقاوي. بعدين وبعدين السلطة قبضت عليه وترمت السجن تحت التحقيق. عزيمة عزيمة، انا كتير كتير مبسوط. وخدوا منه الذهب؟ كان فرقوا على اهل البلد. ليه مش لميتوا منهم؟ يا فندم مخبيينه. صاروا كل بيوتهم اهدموها عليهم. احنا مستنين لما المحكمة الخصوصي بتاعت حضرتكم تخلصنا من ادهم ونرتاح منه. ما هو كان لازم من الاول نعمل حسابه. معلش معلش، كل حاجة دلوقتي لو بعتوا يا حزرة ناصر انا لازم يخلص على عائلة شرقاوي. فايد فايد، هو فاضل فيها حد بعد اللي راحوا يا بشأغة؟ الحاج شرقاوي مات وادهم اترمى في السجن منتظر المحاكمة. في ناس كتير غيرهم كمان، شكلوا محكمة خصوصية، شددوا الحراسة عليه في السجن. وهو وحده في زنزانته بيتألم، سمع الغزية في نص الليل بتتكلم. أدهم. مين؟ أنا ياسمين. ياسمين؟ أيوة ياسمين، إزايك يا أدهم؟ أنا بخير، إزايك أنت؟ وإيه اللي جابك لحد السجن في السعادة؟ جيت أطمن عليك، لسه أشوفك بعيني، مش كفاية أسمع صوتك من ورا الجدران. هتشوفيني قريب، مش هقعد كتير في السجن. يا ريت يا أدهم، قمت القضية بتاعتك. فاضل يومين يا ياسمين. ربنا يجيبها سليمة ويطمنا عليك يا أدهم. وزي بدران بتشوفيه في العزبة؟ بدران مش خدوه حرس ضمن عسكر البشأغة؟ حرس عند البشأغة؟ وخدوا معاه انفار كتير من العزبة بالعافية كده وغصب عنهم، حد يقدر يقول لا يا أدهم؟ وشفتيه يا ياسمين؟ شفته وكلمته، وحتى قال لي على كل حاجة في قلبك من ناحية ياسمين. كده هو قال لك؟ والله كان نفسي اشوفه. ابقي سلمي عليه. الله يسلم عمرك، شد حيلك يا أدهم، انا حكون موجودة في المحكمة يوم القضية بعد بكرة ان شاء الله. روح انت بقى. خليتك بعافية. وجه معادي المحاكمة في محكمة جنايات، وتلمت الخلق رجالة على ستات. يا رب سلم. محكمة القضية رقم واحد أدهم الشرقاوي. ايوه يا فندم. عندك محامي؟ لا. انت متهم بالقتل عمدا مع سبق الإصرار بشهادة شهود الإثبات. ايوه يا فندم، مين اللي قتلتهم؟ وفي الحقيقة ما كانوش هم اللي مقصودين. هم المين اللي كان مقصود؟ اللي سلطهم عليه لكن لسه ما جاش دوره. وده يبقى مين يا أدهم؟ البشأغة. والبشأغة ايه دخله في الموضوع؟ هو السبب في كل اللي حصل، هو اللي أمر بقتل عمي. وليه قتلت دول؟ عشان أخد بتر عمي. اللي قتله وخد جزاؤه؟ مش كفاية، مش كفاية نفر واحد، عمي مقامه كبير. لو شفت اللي قتل عمي. حكمت المحكمة على أدهم الشرقاوي بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة.
أهل البلد كان حداهم مال عدية، وكانوا ناس كلهم أعيان وأغنية، دفعوا لأدهم فده بدل الجنيه واستأنفوا الحكم أصبح سجن 6 سنين. وفي يوم وليلة صار أدهم مع المساجين. شرفت السجن يا أخيني، لا مؤاخذة الزنزانة دي مفيهاش قنديل، أنت شرفتني. عيش الله يحفظك. والاخ بقى يبقى مين؟ نحب نتعرف. محسوبك بدراوي بطل المنوفيه، قتلت من الانجليز 90 و10